خليني أسألك عن ما يسمى باضطراب الرحلات الجوية الطويلة أو اختلاف التوقيت. يعني هل هناك بالفعل مثلا مرض أو حالة تسمى بهذا المسمى تحديدا؟ جميل جدا. يعني بالإنجليزي يسمى جيت لاج. هو طبعا عند السفر عبر ممكن الأشخاص كثير من الأشخاص يعانون من هذا بس لا يعرفوا أنه هو اضطراب أو يعني يسمى يعني اضطراب وظيفي وليس مرض. هو عند السفر عبر عدد من المناطق الزمنية time zones مسافات طويلة بسرعة عالية بين الشرق والغرب أو بين الغرب والشرق وليس الشمال أو الجنوب. طبعا خاص السفر من الغرب إلى الشرق يعني من مثلا من السعودية الآن إلى ماليزيا أو إلى سنغافورة. طبعا هو أكثر عندما يكون من الغرب إلى الشرق على متن طائرة. طبعا جميل جدا. الساعة طبعا توجد في الدماغ ساعة بيولوجية بيولوجيكال كلوك. طبعا هذه تكون متزامنة مثلا أنا اليوم الصباح ومثلا الليل. طبعا عندما تسافر إلى مناطق زمنية مختلفة يصير انقلاب الليل يكون صباحا والصباح يكون ليلا. فعدم تأقلم الساعة البيولوجية يؤدي إلى اضطرابات وظيفية وخاصة اضطراب في النوم. أعطيك مثلا مثال عندما نسافر مثلا إلى سبيل المثال إلى ماليزيا أوكي نغير الساعة ويريست اللي هو واتش كم مثلا تقريبا 8 ساعات ولكن لا نعمل ريست إلى البيولوجيكال كلوك الساعة في الدماغ الساعة البيولوجية. فلذلك تحتاج إلى يوم أو يومين لعمل تتأقلم أو تغيير تعيين التوقيت وبالتالي يتوافق مع المنطقة الوصول. أتمنى أن طرحت الموضوع بشكل مبسط. يعني أنا يعني هو متعلق يمكن إحنا على بالنا دائما أنه الساعة البيولوجية ممكن الاضطراب في النوم فقط أن الواحد يحس بقلق أرق لما مثلا يسافر دولة أخرى فتنقلب عند الأمور أو الساعة البيولوجية. هذا جميل. حدنا في المعرفة لكن جميل أنك طرحت أنه هو ليس فقط الأعراض ليس فقط اللي هو اضطرابات النوم أو الأرق هي أيضا التعب يشعر المريض بتعب عياء صداع أيضا قلة التركيز سرعة الهيجان أحيانا يصاحب اكتئاب. ومهم المرضى الذين لديهم اضطرابات في الجهاز الهضمي القولون العصبي يحدث تهيج للقولون العصبي إثر الجيتلاج أو اضطراب. طبعا هو يوجد لديه علاج طبعا علاج غير دوائي وعلاج دوائي. طبعا العلاج الدوائي هرمون الميلاتونين هو يفرز من الغدة الصنوبرية في الدماغ وهو يقل إفرازه مع الضوء ويزيد إفرازه مع الظلام. فلذلك تزويد المريض أو المسافر بهرمون إذا كان لديه تاريخ مثلا سافر لديه تاريخ سابق اللي هو اضطراب السفرات الطويلة وأعراض شديدة ممكن في الرحلات القادمة استخدام العلاج. طبعا ميلاتونين أنا طبعا أتكلم عن واقع التجربة لا نستخدمه في الممارسة الطبية. يوجد علاج زولبيديرم. أنا يعني الأسبوع الماضي وصلت إلى مريض مسافر إلى منطقة بعيدة جدا فارق توقيت 12 ساعة فانكوفر. بعض الأحيان إذا كان مريض لديه فعلا أعراض شديدة يتم وصف العلاج، أوكي، الدوائي.